بمناسبة عيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل والذكرى السنوية لإعادة ترميم كنيسة السيدة أم النور للروم الأرثوذكس بحي الأرمن في مدينة حمص، أقيم احتفال ديني وصلاة ترأسها المطران جورج أبو زخم مطران حمص وتوابعها للروم الأرثوذكس، وشاركه لفيف من الكهنة. هذه الكنيسة تخدم هذه المنطقة التي فيها يتناغم كل أبناء الوطن السوري ومن كل الأطياف في هذا الحي. الكنيسة تقدم خدماتها لكل الأبناء ولكل الأطياف دون التمييز ودون التفريق، لأننا نحن نؤمن أن رسالتنا في هذا الوطن هي رسالة لكل السوريين. لذلك السيدة أم النور هي نور لكل أبناء سوريا ولوطن سوريا. اليوم عم نحتفل بعيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، بعد ما نشكر الله تعالى بالأمان بسوريا، ونحن بندعي لسوريا لهالأرض الطيبة بالخير، وبنطلب من ربنا بشفاعة ابن العذراء مريم تحمي الجميع. عيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، وهذا فرح عظيم جدا لنا، وإن شاء الله بنعاد على الأمة العربية كلها، والله يرحم شهدائنا ويشفي مرضانا ورب جرحانا. من هون من كنيستنا، من كنيسة العذراء بحمص الأرمان، بحب عايد الجميع بعيد دخول السيدة العذراء للهيكل، بعيد السوريين، بعيد قائد وطننا. إن شاء الله يا رب الأفراح والأعياد تضل بأرضنا وتضل مثل ما نحن بنعرف أرض الفرح وأرض السلام يا رب. كل عام وانتم بخير، نعاد عليكم كل سنة بخير، ونحن هلأ أهلا وسهلا فيكم بعيد دخول سيدتنا العذراء للهيكل، وإن شاء الله بنعاد عليكم بألف خير، وطوبى لصانعي السلام. عيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، وهذا بدء الصوم الميلادي يلي يختتم بعيد الميلاد ب 25/12 اللي بيجي فيه السيد السلام ورسول السلام سيدنا يسوع المسيح. المشاركون في العيد رفعوا الصلوات والدعاء بالنصر للجيش العربي السوري وعودة المهجرين إلى وطنهم وبيوتهم، وأن يعم الخير في سوريا وطن المحبة والسلام. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.